صبغ اللحية بالأسمنت، صبغ الشعر الأبيض بالأسمنت جائز؟ صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول لك هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد. وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالسواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالسواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب، وإلا وش فائدة؟ وإلا فما فائدته؟ لأنه يعني سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل هنا.